أريج، اليوم ضمن الفقرة الطبية رح يكون تحت مجهرنا مرض بيتحول لخطر بيهدد صحة المرأة في حال عدم الوعي بأهمية الكشف المبكر عنه، وهو ما تهدف إليه اليوم الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي التي بدأت تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. سرطان الثدي التحدي الذي يمكن لكل امرأة اليوم أن تتجاوزه بإرادتها ووعيها دائماً بالاكتشاف المبكر الذي يساعد بالعلاج منذ مراحله الأولى. واليوم ضمن مساحتنا رح نتعرف أكثر على هذا الموضوع وأنواع السرطان وهل حقا يمكن أن يصيب الرجل. معلومات تفصيلية رح نتعرف عليها أكثر مع الدكتورة نورس جعفر، نائبة رئيس قسم الأورام السرطانية في مستشفى ابن النفيس. يسعد صباحك دكتورة. صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بداية أول شيء احنا عطينا فكرة هيك شوي هيك مبسطة عن سرطان الثدي، ولكن حابين نعرف منك أكثر أعراضه، كيف بيبين وكيف ممكن المرأة تكتشفه. تمام. سرطان الثدي هو عبارة مثل ما كل الناس بتعرف انه هو عبارة عن تكاثر للخلايا بس بشكل شاذ. الخلايا بتضل تنقسم لحتى تعمل مثل كتل. الاعراض اللي نحن ممكن انه نشوفها اما انه تتظاهر على شكل كتلة بالثدي، وهذا نحن عن طريق الفحص الذاتي فينا نكتشفه، او عن طريق الصور الشعاعية. ممكن حتى كمان نلاقي في عنا غؤور بالحلمة، لانه هالكتلة هي ممكن انها تشد الحلمة تعملنا فيها غؤور. ممكن نحن في عنا عرض انه نشوف على الثدي مثل علامة نحن بنسميها مثل قشر البرتقال. هذا قشر البرتقال بيكون في سماكة بالجلد في عنا، احيانا ممكن يكون في عنا اكزيما، احيانا بيكون في عنا مثل مفرزات من الحلمة عم تطلع. بس ممكن المفرزات نخاف منها، انه ممكن يكون في منها شيء سليم، ممكن يكون في شيء منها خبيث. اذا كانت مرأة متزوجة تمام، يعني ممكن تكون حليبية هالمفرزات، بس اذا كانت دموية هون طبعا لازم نحن نراجع الطبيب. في عنا اعراض عامة للورم بشكل عام، مثلا سوء حالة عامة، تعب، نقص وزن، هذا ممكن نشوفه بكل الأورام. في أحيانا نحن إذا كان الورم مكتشف بشكل متقدم يطلع عنا الأعراض محل النقائل اللي صايرة عنا، مثلا إذا كان في نقائل على الكبد بنلاقي صار باللون العيون صار في صفار، بنلاقي في حبن بالبطن يعني مي بالبطن. ممكن نلاقي إذا كان في نقائل على الرئة نلاقي مثلا صار في مي بالرئة، بالصدر، ضيق نفس. هالأعراض هاي نحن اللي ممكن نشوفها، بس نحن بيهمنا بالنهاية إنه نكتشف المرض من الأساس، يعني الأعراض الخفيفة نلقطها من الأول مشان نحن نكتشف المرض، ما نوصل لهالأعراض المتقدمة ويكون المرض منتشر. دكتورة، هل في أنواع لسرطان الثدي؟ تمام. سرطان الثدي نحن بنبعث لما بناخذ الخزعه وبنبعثها للتشريح المرضي، لانه في عندنا انواع لها. انواع السرطان بيختلف طبعا حتى بالمعالجه. يعني نحن في عندنا انواع ما بتكون لسه غازيه الخشاء القاعدي للخليه. هالحاله هي نحن كثير بننبسط فيها، لانه نحن بكفي هون استئصال الثدي فقط، ما بنضطر انه نعمل استئصال للعقد تحت القبض، ما بنضطر انه نلجا للعلاج الكيماوي ببعض الحالات. في انواع نحن من النمط الغازي، هذا لا، نحن هون بدنا نستأصل الثدي ونستأصل العقد حتى نجرفها، حتى بدنا نكمل طبعا بعلاج كيماوي وعلاج شعاعي طبعا حسب المرحله اللي عندنا اياها. تمام. يعني دكتوره خلينا نبدا بالفحص واهميه الفحص، وايضا المراه ما لازم تهمل نفسها، كل 6 شهور لازم تراجع الطبيب، وطبعا وزاره الصحه عم تتخذ الاجراءات للوقايه من هذا المرض. خلينا نحكي شوي عن التوعيه بهذا الموضوع. وزاره الصحه مشكوره جهدها كثير كبير بالسنوات الاخيره بصراحه، بحيث انها تعمل على الكشف المبكر وتوعي السيدات والفتيات حتى انه لازم تفحص حالها، لانه هي بتهمنا. السيده هي بصراحه المستقبل تبعنا حتكون، فنحن لازم نفحص الثدي ونكشفه بشكل مبكر لحتى نعرف نعطي العلاج المناسب ونوصل للشفاء. نسبة الشفاء ممكن توصل ل 95% إذا انكشف بمراحله الأولى. طبعا نحن كيف بدنا نكشف هذا الموضوع؟ عندنا شيء اسمه الفحص الذاتي. هذا الفحص الذاتي بيساوي بشكل شهري. المرأة هي لحالة بالبيت بعد الدورة الشهرية، طبعا الإيد اليمين للثدي الأيسر تفحصه، الإيد اليسار للثدي الأيمن. بتقسم الثدي على 4، وبكل إيد تفحص الربع بشكل دائري. إذا حست في شيء كتلة أو شيء هون لازم تراجع الطبيب. ما حست بهذا الموضوع لقيت في تغيرات على الثدي كمان لازم تراجع الطبيب. كيف مثل شو التغيرات؟ مثل ما حكينا ممكن مثلا الحلمة صار فيها غؤور، ممكن لقينا في مفرزات عم تطلع، ممكن لقينا مثل اكزيما موجودة، احيانا ضخامة عقد تحت القبض،
ممكن تكون مخبيت لنا كمان كتلة موجودة بالثدي بس ما ظاهرة إذا كان الثدي حجمه كبير. بس طبعا ما نخاف من أي ضخامة تحت القبط، لأنه أحيانا بيكون في عنا التهاب جريبات شعرية، فما تخاف، بس نحن بفضل أنه تراجع الطبيب. هالأمور هاي ممكن تساعدنا أنه نتوجه أنه في مشكلة موجودة بالثدي. بعد هاي بيجي الطبيب بيفحصها، بتراجعنا نحن هلا بمشفى ابن النفيس بحمله التوعيه، الفحوص مجانيه من قبل الاخصائيين موجودين عندنا بالقسم، حتى التصوير الشعاعي حتى الماموغرافي موجود عندنا بشكل مجاني، وبالمراكز الصحيه كمان مشكوره وزاره الصحه امنت لنا اياهم. فنحن ممكن نعمل صوره ماموغرافي، ممكن نعمل ايكو للثدي، اذا كان حالات متطوره اكثر ممكن نلجا لطبقي محوري مرنان حسب الحاله الموجوده عندنا. علم الماموغرافي ممكن يقولونا انه هذه الكتله هي مشبوهه، بهالحاله هي نحن ممكن نعمل مثل خزعه. تمام، خزعه مشان نشخص بشكل ادق. الخزعه طبعا اما بالابره او انه ممكن لتخدير موضعي ونستأصل منها خزعه استئصاليه بنسميها. طبعا هي بتتحلل بالتشريح المرضي، ممكن تطلع سليمه ان شاء الله وممكن تطلع خبيثه بمراحل الاولى، وهون طبعا بنتوجه للمعالجه بعدها. دكتورة، دايما ضمن الحملات التوعية يمكن كل صبية بتقول لا أنا يمكن بكير علي أو ما بعرف أي العمر اللازم تبلش تعمل فحوصات دورية أو تعمل صور شعاعية، بأي عمر لازم تبلش الصبية تهتم بهذا الموضوع وتعمل فحوصات، وهل موضوع الوراثة ممكن يأثر على هذا الموضوع؟ تمام. هلأ نحن عندنا شغلة أنه بالدراسات العالمية بينصحوا من عمر 40 وطالع، بس نحن لانه في قصه وراثيه بتلعب كتير دور كبير بانه يكون في يأهب لسرطان الثدي، فنرجع تقريبا بين 5 ل10 سنين انه نعمل نحن الفحوص بشكل مبكره. يعني بين 35 نحن ممكن انه نبلش بالفحوص، حتى اذا كان قبل بالعكس نحن بننصحها على الاقل الفحص الذاتي تبعها انه تفحص لنا الثدي تبعها، اذا في شيء لا سمح الله دغري تراجعنا مشان نحن نكشف المرض بشكل مبكر ونقدر نقدم لها الخدمه وتعيش حياتها بشكل طبيعي وتمارسه كل فعالياتها بشكل طبيعي. يعني كل سيده ان كان في حدا من عائلتها او ما في حدا لازم تعمل هالفحوصات، ما تهمل حالها ابدا. تمام. ما تقول انه انا لا ما في حدا بعرفه من عائلتي ممكن منصاب بهذا المرض. تمام. هلا كل سيده لازم عمر 40 وطالع، بس اذا كان في عندنا قرابه ام اخت ابني هون يفضل انه لا تبكر، يعني 35 تبلش وقتها انه تفحص. قبل ما علي ما عندنا مشكله نحن ب 30 وطالع، بس تفحص على الاقل فحص ذاتي بدون ما تضطر انها تعمل صور شعاعيه اذا ما كنا نحن دالين على هالموضوع. تمام. دكتوره كمان خلينا نفوت بموضوع الكتل السليمه، خلينا نقول او الورم السليم ولا الورم الخبيث، بيقولوا في انثى وفي ذكر، ان شاء الله يا رب ما حدا بينصاب بهذا المرض ابدا. وفي حال كان في انقسامات تكون سليمه، خلينا نحكي عنها وخلينا نحكي المراه الحامل كمان شوي. المراه الحامل هل هي عرضه لسرطان الثدي وفي حال صار؟ تمام. هلا اول شيء لما بينحكى انه هذا المرض انت وهذا المرض ذكر، هلا نحن بالناحيه الطبيه ما عندنا هذا الموضوع، بس بالمتعارف عليه بيقولوا انه بيقولوا انت يعني خطر كثير، اما دائما الانثى خطر، اما اذا كان الذكر فهو سليم. هلا نحن الاورام اذا كانت عندنا اياها طبعا بعد ما اخذنا الخزعه وتاكدنا انه في نوعها سليم فهذا ما في خوف منه ابدا، لانه نحن بنسميه هذا الورم الليفي، انه عباره عن الياف تشكل بالثدي وهذا الشيء طبيعي ممكن يصير. طبعا بس يفضل انه يتاخذ خزعه بس ناكد انه هذا الموضوع وهالتشخيص هذا. هلا احيانا على الماموغرافي بيقولوا لنا انه هذا اكيد سليم، فالحالة هاي نحن ما فينا نخليها مراقبة، بنعيد الصورة بعد 6 شهور، لقينا في كبر بحجمها، لقينا تغير عليها شيء، هون فينا ناخذ خزعة، لأنه في بعض الحالات اللي كتير نادرة ممكن إنها تتحول، بس تقريبا 90% ما بيتحولوا لسرطان. طبعا الكتل الثانية طبعا بعد ما نعمل التشريح المرضي اللي بتأرجينا إنه هو سرطان بيأرجونا شو أنواعه وعلى أساسها نحن بنقرر المعالجة. بالنسبة للمرأة الحامل، المرأة الحامل ممكن بنسبة كبيرة إنها تنصاب بالثدي بسرطان الثدي، بس طبعاً مشان هيك نحن حتى المرأة الحامل بنأكد إنها هي تفحص الثدي تبعها بشكل مبكر. هلأ نحن إذا انكشف معنا إذا حست في كتلة، طبعاً نحن الصور الشعاعية ما فينا نعمل بالمراحل الأولى مشان الجنين، بس نحن ممكن نعمل إيكو
الإيكو ممكن يرجينا الكتلة وين موضوعها وناخد خزعة منها عن طريق الإبرة نشخص فيها أنه هي سليم ولا خبيث. هلأ إذا لا سمح الله طلع خبيث فنحن بهالمرحلة هي إذا كان بالتلت الأول فأكيد ما فينا نعمل نحن معالجة كيماوية، بدها تصير فقط مراقبة، وبعدين لما منصير بالأشهر المتقدمة نحن هون ممكن أنه نعمل علاج كيماوي خفيف أو نضطر أنه نستأصل الكتلة. وإذا كانت الحالة كتير متقدمة أنه كان في نقائل وهون بقى بدها تصير الطبيب هو وشطارته أنه يشوف كيف بده يحافظ على حياة الماما وكيف بده يحافظ على حياة الجنب. دكتورة في كتير حالات يعني بيقولوا أنه هل ينصح باستئصال الكتلة فقط أم استئصال الثدي؟ تمام. هلأ نحن الدراسات الجديدة كلها العالمية عم تتجه بحيث أنه نحن نحافظ على الثدي، يعني مثلا الكتلة حجمها صغير موجودة بربع وحشي مثلا يعني بالجهة الخارجية أو بالأنسية، فنحن هون يفضل أنه تستأصل، نحن بنسميه استئصال ربعي للثدي، تستأصل بس تكون الحواف نحن بهمنا أنه ما تكون مصابة وما تكون كتير قريبة للكتلة. فبهالحالة هاي نحن بالعكس معالجتنا بتكون خفيفة ونسبة الشفاء بتكون كتير كبيرة. بس في بعض الحالات بتكون حجم الكتلة كتير كبير وقرنتها المكان تبعها انه صعب انه نستأصله لحاله الربع، بهالحالة هاي بيتم استئصال الثدي كامل. يمكن تمت عدة عمليات أريج لاستئصال ربع الثدي وكانت ناجحة، وهذا أمل كتير كبير. رح نرجع لحديثنا معك بس رح نروح لهالفاصل ونرجع. دكتورة لكل سيدة اليوم عم تتابعنا وحابة تعرف يمكن شو المقدم ضمن الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي، خلينا نتعرف أكثر. مشكورة مثل ما حكينا وزارة الصحة على الخدمات اللي عم تقدم لنا إياها بشكل مجاني للسيدات والفتيات. نحن كمان منشد على الفتيات كمان إنه أول شيء في عنا نحن بالمراكز الصحية وبمشفى ابن النفيس قسم الأورام الأخصائيين موجودين بحيث نعمل أول شيء الفحص السريري، ثاني شيء نحن منحولون إذا كان في حالات بدها إيكو أو ماموغرافي موجودين عنا بالمشفى وبشكل مجاني بحيث إنه نعمل هون ونتابع معهم. طبعاً هون أنا رح أحكي لما كان من سنتين تقريباً نحن عملنا جولات على مراكز الإيواء كمان تفاجأنا أنه هن ما بيعرفوا قصة الفحص الذاتي وهالأمور هاي. اكتشفنا 3 حالات بس بمجرد نحن كنا عم نمشي ونقول لهم كيف الفحص وفحصنا كم مريضة، اكتشفنا 3 حالات وفي واحدة كانت سرطان مع نقائل. نحن ما بدنا نوصل لهالمرحلة هاي، نحن بدنا نشجعهم لأنه هن بيهمونا وبيهمنا أنه نحن نقضي على سرطان الثدي من أوله، بيهمنا أنهم يجوا لعنا، نحن بنستقبلهم، بوابنا مفتوحه لهم، يجوا لعنا وبشكل مجاني ما يخافوا، نحن حنفحصهم ونقدم لهم الصور الشعاعيه اللي بتناسبهم وحيطلعوا من عنا مبسوطين، حتى حنعلمهم كيف الفحص الذاتي انهم بالبيت كيف بدهم يفحصوا. وهلا في عنا الاسبوع الجاي ان شاء الله في عنا ندوه كمان مشفى ابن النفيس حتحكي عن سرطان الثدي وكيف العلاجات الجديده اللي طرقت عليه وكيف الفحص الذاتي تبعها، بحيث انه يتم توعيه حتى منشان اذا اي شخص عنده اي غموض بهذا الموضوع يقدر انه يساعدنا بكشف مبكر عليه. يعني دكتوره نحن فتنا بالمنحة العلمي، خلينا كمان نروح للشيء النفسي والداخلي. دائما بيقولوا نصف العلاج هو من نابع من الشخص، من ارادته، من عزيمته، من قوته لا يقدر يستمر. قديش مثلا اذا كان صبية أو مرأة مصابة بالسرطان وكان عندها هيدا الإرادة القوية ممكن تكون هي محتاجة لجرعات كيماوي وبسبب قوتها وإرادتها أنه هي ما تأخذهم، قديش هيدا القصة كتير مهمة؟ طبعاً الإرادة والعلاج النفسي فيك تقولي أنه هو العلاج أكثر من 50%، لأنه نحن بهمنا بالنهاية تكون هي أقوى من السرطان. يعني هي ما تفكر فيه أنه أنا خلص أنه صار معنا السرطان يعني صرنا أنه انتهت حياتنا، انقضت حياتنا، لا. السرطان نحن نعتبره مثل أي مرض تاني، في علاجات صارت جديدة موجودة عنا، بس نحن بدنا نحاول نكشفه بالأول.
إذا انصابت فيه ما تخاف، معالجته هي فترة محددة وبعدين بإذن الله حتكون بشكل مراقبة، طبعا إذا لأنه هي كشفته بشكل مبكر. أما إذا لا سمح الله انكشف بوقت متأخر فهون المعالجة حتكون أطول، بس هي كل ما بتكون إرادتها أقوى وهي بدها تتغلب على هالمرض بإذن الله حيكون في المعالجة حتكون لها فائدة أكثر بكثير. طبعا ذكرنا بالمقدمة أنه ممكن الرجل ينصاب بسرطان الثدي، وقد ايه نسبته؟ ممكن ينصاب الرجل نسبتها 1%، نسبتها كثير قليلة، والمعالجة تبعه كمان نفس معالجة النساء. وما يخجل، بالعكس، طبعا هو الأعراض هن عندهم حتكون كبر بحجم الثدي عنده، ممكن مفرزات نلاقيها، ممكن ضخامة عقد تحت القبض، بس يراجع وما يخاف كمان، لأنه نحن بيهمنا كمان أنه بالمراحل الأولى نلقطه. ممكن يكون تخربط هرمونات عنده؟ مو هلا، هو طبعا سرطان الثدي مربوط بهرمون الاستروجين، فاحيانا اذا كان في عندنا خربطه بالهرمون، زياده الاستروجين، او هو مثلا عم ياخذ ادويه فيها استروجين، فهي ممكن انه تزيد فعاليه انقسام الخلايا اللي بالثدي، بتؤدي لتشكل هالكتل هي. دكتوره، يعني نحن دائما بننوه وبنذكر وبناكد على الكشف المبكر، يعني بالفعل خلينا نحكي بكل صراحه، قديش الكشف المبكر بيساهم بنسبه كثير كبيره بالشفاء؟ يساهم بنسبه كثير كبيره بصراحه، لانه انت لما عم تكشفي من مراحله الاولى، اول شيء فيك انت الحاله النفسيه للمريض ما تخليه كثير متوتر، لانه انت حتقولي له في نسبه شفاء تصل ل 95%. في حالات نحن ممكن بس نضطر نستأصل الكتله وجرعات خفيفة، أو ممكن نعطي علاج هرموني، أو ممكن نعطي فقط علاج شعاعي حسب الحالة الموجودة عنا. أما لما بيكون عنا نحن حجم الكتلة كتير كبير نقائل، هو المريض أساساً حيكون كتير موهن وكتير تعبان، حتى الكيماوي أحياناً بيتحمله وأحياناً بيقلك أنا ماني قدران كمل على المعالجة. فنحن كتير بيهمنا أنه لا، ينكشف بالمراحل الأولى مشان يستفيد من المعالجة ويحقق نسبة شفاء كتير كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة، بنهاية حديثنا شو بتحبي توجهي نصائح؟ بدي إلا للسيدة والفتاة، كوني قوية وحاولي إنك تكتشفي سرطان من أوله مشان نقضي عليه وتعيشي حياتك والبسمة على وشك. إن شاء الله يا رب، نتمنى كل الصحة والعافية لكل السيدات، والله يبعد هالمرض عن الجميع. شكرا كثير لك دكتورة نوراس على المعلومات المفيدة اللي طرحتيها اليوم ضمن صباحنا. خلي لي إياك يا رب، شكرا كثير لكم. شكرا لك، وأكيد مثل ما ذكرتي إن شاء الله البسمة ما بتفارق أي حدا، وإن شاء الله يا رب دائما الله يبعد المرض. يعني شكرا كثير لوجودك معنا.